ايه رأيك لو عملت القرص الطرية دي لسحور رمضان؟ طعمها حلو جدا ومقاديرها سهلة واقتصادية جدا جدا. بنص كيلو دي وشوية مية هنعمل القرص دي كلها. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة، ويا رب الطريقة تعجبكم. اول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة صغيرة خميرة فورية، وطبعا المعلقة كنت مليها على شكل هرم، وهضيف عليها كمان معلقتين ونص سكر برضو بالمعلقة الصغيرة كنت ملياهم على شكل هرم. وهنا معانا ربع كوباية زيت وكيس فانيليا، هروح جاي ضايفاهم كده ومقلبهم بالشكل ده. ونبدأ بعد كده نضيف الدقيق بتاعنا. حطيت اول كوباية بالشكل ده، وهضيف عليها كمان معلقتين لبن بودرة. لو حابة تستغنى عن اللبن بودرة تمام مفيش مشكلة، بس بصراحة بيدي طعم حلو قوي المخبوزات. وضفت عليهم كمان نص معلقة صغيرة ملح، وبعد كده ضفت بقية الدقيق بتاعنا. النص كيلو دي عمل معايا النهاردة 3 كوبايات ونص، والكوباية المج بتاعت الشاي، وطبعا زي ما شفتيني كده كانت الكوباية مليانة على اخرها. جيت هنا طبعا بعد ما نخلت الدقيق بدأت اقلبه بالشكل ده كده واشوفه محتاج مية تاني ولا لا. طبعا العجينة ناشفة زي ما انت شايفها كده، رحت جايبة كوباية مية دافية تاني وهضيف منها شوية بشوية. طبعا ضفت منها ربعها بس كده مية، وبدأت ألم العجينة بتاعتي بالشكل ده. طبعا هتلاقي العجينة بقت طرية خالص معاكي، ما تقلقيش اعجني فيها كده شوية هتلاقيها بعد كده لمت معاكي بالشكل ده. وبعد كده بقى حطيها على الرخامة وابدأ اعجنيها. العجينة بتاعت النهاردة عايزينها طرية بتلزق في ايديكي لزقة بسيطة جدا، فانا هعجنها كده لمدة 10 دقايق بالشكل ده. ما شاء الله بصي لمت ازاي وبقت ناعمة وبتلزق في ايديا لزقة بسيطة جدا، يبقى كده خلاص تمام. هروح جاي حطها في الطبق ودهن وشها زيت، وكمان دهنت الطبق برضو بالزيت وغطيتها بكيس استرتش كده، وهسيبها لمدة يعني من نص ساعة لساعة. بعد كده بتخمر معاكي بالشكل ده كده، هتروحي جاية كده حبطت مظبطة التخمير. التخمير. وبعد كده راح جاية حطها بقى على الرخامة وهقطعها على جزئين. اول جزء كده راح جاية لفاه في كيس استرتش وهسيبه على جنب، والجزء التاني هلفه على شكل رول وابدأ بقى اقطعها بقى قطعة القرصة زي ما انا عايزاها، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة زي ما انت حابة. لو عايزاها بالجرام انا عملتها 50 جرام، لو عايزاها بالنظر كده كنت بعدي 70 3 بايديا كده، وراح جاي اقطع بعديهم على طول. اهم حاجة تبقى صغيرة كده يبقى شكلها حلو وكمان تعمل معاكي كمية كبيرة. بروح جاية ماسكة القطعة، وطبعا بروح جاية لفها بايديا بالشكل ده كده، وبعد كده بحطها على الرخامة والفها لغاية ما تبقى ناعمة معايا. بروح جاية بحطها في الصاج، ده الصاج اللي انا هدخله الفرن. طبعا كنت بحط القرص كده على طول من غير ما ادهن الصاج اي حاجه خالص. عملت صاجين زي ما انت شايفه، اول صاج قلت هدهن وشه زيت، والصاج التاني مش هدهن وشه اي حاجه خالص، وش القرصه يعني مش هدهنها اي حاجه، قلت ايه حابه انا اجرب يعني. فروحت جايه زي ما انت شايفه كده اول صاج بدهن وش القرصه كده زيت وافردها كده وبططها. الصاج التاني زي ما قلت لك مش هدهنه اي حاجه وش القرصه، هروح جايه على طول فرديها كده ومنعمه وش القرصه كده بالشكل ده، وبعد كده هغطيها بكيس استريتش واغطيها بفوطه كمان، وهسيبها بقى تخمر تاني المره التانيه. يعني سبتها نص ساعه كده وكان حجمها معانا الضعف. بعد كده بقى هوريها لك لما ان شاء الله تخمر ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. بعد ما خمرت معانا بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفاها ما شاء الله حلوه جدا، هروح جايه مشغله بقى الفرن على درجه حراره 250، اعلى درجه عندي في الفرن 250، ورحت جايه حطاها في الرف الوسطاني وشغلت الفرن من تحت بس، وسبتها بقى لغايه لما خدت لون من تحت كده القرصه. رحت جايه بعد كده مشغله عليها الشوايه وطلعتها، يعني قعدت معايا اقل من ربع ساعه في الفرن. اول طبعا ما طلعت الصاجه على طول، رحت جايه مغطياه بكيس ثلاجه وفوطه. لازم يا جماعه الحركه دي عشان القرص ترد كده من حراره الفرن وتطرى معاكي، فلازم تعملي الخطوه دي اول على طول ما تطلعي القرص من الفرن. تمام بصي ما شاء الله بقى مفيش فرق بين الصاجين اللي انا عملتهم، الصاج اللي عملته بالزيت واللي عملتوش بالزيت مفيش فرق بينهم، الاتنين شبه بعض بالظبط، شكلهم حلو جدا والتسويه بتاعتنا ما شاء الله جميله جدا، والقرصه حلوه وطريه هوريها لك واقطعها معاكي وهتشوفي الشكل بتاعها. وهقول لك كمان على طريقه تخزينها لو انت عامله كميه كبيره وعايزه تشيلها في الفريزر. بصي ما شاء الله، تعالي بقى نقطع واحده كده مع بعض. طبعا انا عاملاه القرصه تخينه كده بالشكل ده عشان خاطر لو حابه احشيها اي حاجه للعيال، يعني طعميه جبنه لانشون اي حاجه.
كمان في السحور كمان تحجيها برضو حشيها كده طعمها حلو قوي. حابه تعملي السمك بتاعها رقيق افرديها شويه عن كده. هنا بقى تحجيها حطهم في اكياس، لو انت عامله كميه قليله زيي حطهم كده في كيس وهي دافيه كده على طول عشان خاطر ما تنشفش من الجو، وروحي جايه سايباها على الرخامه. لو عامله كميه كبيره على طول على الفريزر وهي دافيه كده، حطها في الاكياس وحطها في الفريزر وطلعي منها وقت ما تكوني عايزه تاكلي منها. هتسيبيها شويه كده تسيب وبعد كده تاكلوا منها والف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، سهله وبسيطه وجميله جدا. ما تنسناش باللايك والكومنت الحلو وتشجعونا كده، وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم ليا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.